السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نبدأ اليوم بأول فيديو من برنامج أو سلسلة برامج أو برنامج سوات. أنا بالمناسبة قبل ما أنه أبلش بالبرنامج، البرنامج يعني راح أسوي إن شاء الله فيديو عن كيفية تنصيبه، وراح تنزل هاي السلسلة كاملة، وهذا الكلام راح نذكر به بداية كل فيديو. يتنصب برنامج الارك سوات ضمن برنامج الارك جي اي اس، وحاليا النسخ الموجودة حاليا انه يفضل اللي يتنصب ارك سوات هو 10.5 فما دون 10.7 تقريبا. الارك سوات ما متوافق وياه، يعني اذا تدخل انت للداتابيس الخاصة به غير متوافق. فالافضل من البداية من تشتغل على الارك ماب او ارك جي اي اس، اشتغل على الارك ماب اللي هو 10.5 ونصب الارك سوات. وراح نسوي لكم ان شاء الله فيديو كامل شلون تنصب الارك سوات ضمن الارك جي اي اس. راح تظهر لك شريط القوائم الخاص بي هنا بعد ما تنصبه. فهسه انا حتى ادخل اشتغل ببرنامج الارك سوات واسوي بروجكت واسوي ووتر شيد ديلينيشن، هذا الشغل ضب. فبس اكو انا بيانات احتاج احضرها اللي هي الرايت ان هذا ضمن الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، واحتاج احضر الوذر داتا. فهسه راح ناخذ محاضرتنا لهذا اليوم شد من الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، تحضر اللاند يوز لاند كفر، خريطه استعمال الاراضي وخريطه التربه من منظمه الفاو فاو سويل، والسلوب ديفينيشن وتعريف السلوب الخاص بمن بمنطقة الدراسة اللي انت راح تسوي لها ووتر شيد ديلينيشن او تحليل كامل للجابية حتى تعرف السيرفس ران اوف. فهسه راح نجيهن واحدة واحدة. شرحت انا بفيديو سابق كيفية انه انت تنزل من موقع معين، اي موقع، لا على التعيين، تستخدم مودس، تستخدم لاندسات 5 8، اي موقع معين. انا بوقتها شرحت لكم على سينشل 2 الريزوليوشن مالته 10 متر. فهسه انا نزلتها للخريطه بوقتها وانطالت على اللي احد يريد يعرف انه هاي الخريطه شلون صارت يرجع الى فيديو اسمه هاو تو داونلود لاند كفر لاند يوز، موجود بالقناه. فهاي التسميات مالته اللي هو اوتر تري جريس فلات فيجيتيشن جروبس، فهي هاي الاسماء اللي كانت عندي خاصه بمنطقه الدراسه. شو اقصد بيها باللاند كفر لاند يوز؟ يبين انه هاي منطقه الدراسه كيفيه استعمالها. مثلا هاي مناطق حضريه مثلا او مناطق مبنيه، هاي هنا مثلا ووتر، هنا هاي مناطق ثلجيه لا على التعيين، هنا حشائش قصيره، هنا غابات نفطيه، هنا مثلا حشائش تنمو بالماء، يعني ايا كانت. المهم انه يصنف لك الارض، استعمال الاراضي، الكفر، حتى هذا بمن تحتاجه، العفو تحتاجه بعدين بالكيرف نمبر والغطاء النباتي، راح يصنف لك ويعطيك الكيرف نمبر الارك سوات، فتحتاج هذا الشيء. فضروري انه انت تحضر، يعني محاضرتنا لهذا اليوم هاو تو بريبير الماب اوف لاند كفر لاند يوز اند لوك اب تيبل. اللوك اب تيبل اثنين اشياء تحضرهن المن باول خيار اللاند يوز. اوكي هسه نجي هاي خريطة استعمال الأراضي. أجي أني سوات ما يفهم هاي الرموز، عنده كودات خاصة بي، يعني ما من أنطيه هاي الخريطة ألغى هاي الخريطة جوا حاليا، أنطيه فقط هاي الخريطة ما راح يفهم هاي الكودات الخاصة بالنيم مال لاند كفر لاند يوز. فأكو كودات خاصة بي، طيب منين نروح لهاي الكودات نحصلها؟ نروح لهاي الكودات، ندخل احنا البرنامج بعد ما ننصبه، وراح اسوي فيديو كامل عن طريقة تنصيبه ان شاء الله. نروح على السي، بعد ذلك نروح على الاسوات، راح هنا يظهر لك بعد ما تنصبه انت هذا الاسوات. تروح على ارك سوات، تروح على الداتابيس، بعد الداتابيس تروح على سوات 2012، تضغط عليه اللي هو عبارة عن ملف اكسس. بعد ما ينفتح الملف هنا طبعا هو ذا يعتبر جايد لاين، وايضا تقدر تنزل الدوكيومنتيشن الخاص بالبرنامج اذا احد يحتاجه، مجرد يراسلني على القناه وانا ارسل له اياه، او يقدر ينزله من موقع الموقع يعني الاصلي يتحمل وينزل الجايد لاين. ان شاء الله من راح ننصب البرنامج راح نذكر اللينك الخاص بيها. فهسه هذا هو شو سوى اني اروح على لاند كفر لاند يوز،
وين لاند كفر لاند يوز هنا الموجود؟ هنا هذا، هنا هذا الخيار. او عندك الخيار الثاني اللي هو جروبس، هذا جروبس كلش تمام. جروبس عندنا، عندنا الاربل. هسه نجي على جروبس، انا شنو اريد؟ يهمني هذا الكود النيم الخاص بي، جروب نيم، هاي المختصر كلمة جروب مختصر إلها، هذا اللي يهمني. هاي التسميات هي هاي الكود مال السوات اللي يفهمها. نجي بالمناسبة مو شرط كل الرموز اللي راح نلقاها هنا المفروض نصا تكون هناك، يعني هنا مثلا ووتر موجود، الووتر كداتابيس إذا تدور تلقى الووتر موجود. هنا أنا أدوره وراح يقول لك إن الووتر هذا الكود مالته. هسه إذا ننزل ندور على وحدة وحدة، طيب وين أدور أني؟ لحظة هسه هنا بس حتى نشوف أول وحدة. ممكن شوية شوية يحتاج وقت من عندك تدور على عنصر عنصر تحتاجه انت، بس خلي اول شيء اشوفك انت وين تدور المفروض، او تبحث عن العنصر اللي انت تحتاجه. هذا هنا تبحث انت ضمن هنا الجروب نيم اسم العنصر. هسه الووتر موجود بصورة عامة، تلقى هنا هسه تلقى رمز ووتر، هنا تدوره تختار الكود مالته، الكود مالته والفاليو منين تا. هسه نجي على وحده وحده، اول شيء الجروب شنو هسه عندنا؟ عندنا اول وحده عندنا الووتر، نبحث عنه. هذا الووتر هنا، هذا الووتر. الووتر شنو رمزه بكود بالسوات؟ WATR بس كابيتال. اوكي هذا اول عنصر، شو اسوي اني؟ اروح افتح حتى افهمكم، نفتح نسوي لوك اب تيبل. طيب شلون نسوي اللوك اب تيبل؟ اروح هنا على الجانب اضغط نيو، اختار تكست، تكست كومنت، هذا هنا سويت هذا هنا، ويسمي لوك اب تيبل لاند يوز لاند كفر. تمام انا هسه سويت هذا واحد هنا صيغه التكست. ايش تكتب بي؟ تكتب بي اثنين اشياء، الفاليو تعطيها هاي التسميات مال بين قوسين تصغير، وكذلك هاي الكوما وكذلك النيم. الاول الفاليو منين جبته انا؟ هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، من الخريطه نفسها. الخريطه دا ينطيك انه هاي الفاليو ايش قد تسميته. شلون طيب اعرفه؟ اروح على الاوبن اتريبيوت تيبل، راح تلاحظون هنا هاي ايش قد الفاليو له؟ واحد، هذا الفاليو اثنين، هذا اربعة، هاي مين زين اجى؟ انا خليت لا، هاي من موقع اللي انت راح تنزل من عند لاند كفر لاند يوز هو يعطيك هاي قيم الفاليو، فتاخذ واحد اثنين اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة عشر. انت سويت هنا، سويت هنا هاي التسميات امامك. بقت النيم، يا نيم نزله من عندهن، النيم اللي تنزله هو الكود الخاص بسوات. ووتر قلنا شنو التسميه الخاصه بسوات؟ اخذتها من الكود الثاني. تري طبعا يا اشجار يقصد بيها، تروح تعرف اشجار كبيره مثلا، اشجار صغيره، اشجار غابات، تاخذ. طبعا قلت لكم ارجع واقول الكود ما بي كل الكلمات الصريحه، بي مثلا عندك هنا فد انه اكو كلمات ياها. تاخذ الكلمة، احنا المهم عندنا المنطقة تتغطى، يعني اكو اشياء خاصة مثلا من نقول يعني بتخصص هندسة الزراعة، يعني عندك التري شو تمثل لك؟ يا نوع من الاشجار، هل هي مثلا يعني حسب نوع الاشجار متوفرة عندك تري بصورة عامة شو تمثل لك؟ تقدر انت تاخذ هنا الكود الخاص بيها. نجي كذلك اللي بعده مثلا، هسه اروح اني على هنا اغريس، الاعشاب شو تمثل؟ اعشاب شنو رمزها هنا؟ انت ما راح تلقى اغريس بصوره عام، راح تلقى مثلا فكلمه هاي مثلا هاي رينج اغريس تختارها مثلا، او شو تمثل لك الاغريسيا بصوره عامه؟ شنو اللي موجود شو يمثلها؟ تختاره. تمام الثالثه مثلا ايش عندي؟ عندي هاي اغريس شو تمثل؟ روح تروح تقرا الشرح بالمعطيات اللي هو مطك اياها. بعدها فلاد فيجيتيشن شو تمثل؟ الفلاد فيجيتيشن لازم تعرف شنو تمثل، تختار لها من سوات كود
بعد ما تعرف معناها تختار السوات كود مالتها شنو هو، لان كود لان السوات يفهم بس الكودات الخاصه به، هذا اللي يقراهن تمام. فهسه تروح هنا عندك هنا شو يمثل لك هذا، نقطه 5 نقطه 6 كذلك شو يمثل، لازم تعرف انت من الكودات الخاصه بالسوات، وعرفنا منين نطلع الكود او الداتابيس الخاصه باللاند كفر لاند يوز اللي هو الجروبس. طيب اذا صادفتني مناطق حضريه، مو شرط كل المناطق، هسان هنا لو ادخل على الخريطه اكو مناطق هنا مثلا عندي بولتد اريا، مناطق جرداء، او مثلا مناطق يعني مثل ما تقول انه ذات كثافه سكانيه اريد اسميهن، فمن اروح هنا من اروح للوذر داتابيس مال الاكسس ما ابقى على الجروبس، تنزلون اكو فد شيء اسمه مكتوب اربن اللي هي المناطق الحضريه، راح يضم لك كل الخيارات الثانيه. هنا نوعين لاند كفر لاند يوز، اما يكون اشجار وشجيرات وغيرها او يكون مناطق حضريه، ايا كانت مو شرط حضريه، ممكن تكون مناطق غير يعني جرداء، ممكن تكون كذا. فهسه هي هاي خيار، هذين الخيارات، شنو نوع الارض اللي عندك، طرق نقل، مواصلات، غيرها، كثافة سكانية عالية، أراضي جرداء، تختار الرمز الخاص بها منه. هذا أيضا السوات كود يسمونه الأربن نيم كود، هاي الكودات الخاصة بهن تختارهن منه. بعد ما تختار الخاصة بمنطقة دراستك تسوي تكتب بهذا التكست هاي الصيغة، تكتب الفاليو كذلك تكتب النيم، بعد ذلك تسيفه أنت، تختار السيف الخاص به. قلت لكم أنا مو شرط كلهن راح تلقاهن نصا، يعني مو شرط انه هناك مثلا لقيت جريس تلقى المفروض لازم، لا لا لا، ممكن تاخذ فتشي مقارب اليه. احنا شو نريد من هذا الغرض؟ نريد انه احنا هاي المنطقه نبين شنو بشنو مغطات، يعني قدر الامكان نختار فتشي قريب من عندها. واذا كان الخيار ما موجود تماما نصا، ممكن تاخذه انت كفوتو وتبحثه وتتاكد نوعه شنو هو حتى على هذا الاساس. وهذا الكود هناك الكود تاخذه تسوي الترانزليت وحتى تعرف هذا النوع، او بالاحرى تاخذه للجوجل وتشوف الايمج الخاص به شو يمثل لك بالضبط، اذا انت كنت متخصص بهذه الامور الزراعيه حتى تعرف، او مثلا الايربن كومرشال شو يمثل لك، تاخذ حتى لو الكلمه تسوي لها كوبي وتخليها بالجوجل وتتاكد هاي شو تمثل، حتى على اساسها تقدر ممكن تمثل لك المنطقه او لا. فهسه صارت هنا عندنا خريطتين، هاي الخريطه الاولى هي الاصليه مال النيم، بعد ما انطيت التسميات اقدر انه انا اسوي الخريطة الثانية اللي هي خاصة بي، شو تسميها هسه الخريطة اللي سديناها، ست هذا الجدول، هاي الخريطة الثانية اللي هي شو نسميها الخريطة الثانية، احنا نسميها خريطة لاند يوز لاند كفر مال سوات كود سوات، هاي التسميات طلعت من الجديدة. طيب شلون انا ضفت هاي التسميات الجديدة؟ اروح على القديم شو اسوي له؟ اروح لأوبن اتريبيوت تيبل، انا شرحت هذا الموضوع انه شلون اسوي اد لهذا تعديل. فهسه اروح للاديتر اختار ستارت اديت، فيقول لي يا هل انت تريد تعدل عليه، منو من عندهم هذا او الثاني منو، تختار انت اي واحد تريد تعدل عليه تقول له اوكي. بعد ما تختار التعديل راح ينطيك الخيار وين انت حسب كانت الشغل راح له هنا تعدل، راح يضيف لك انه تقول له اوكي، فتروح تضيف فولد جديد، حقل جديد هنا تسمي هذا الحقل، هذا تقول له اد هنا ستوب اديتر، هذا ستوب اديتنج. هسه نروح هنا نختار نضيف حقل جديد، وانا ما اضيف حقل جديد راح يطلع لك هنا يعطيك خيار شنو تسمي، فانت تسمي مثلا نيم اوف لاند يوز لاند كفر، شو تسمي انت سمي. فبعد ما تنطي هاي التسميه راح اوكي يستلم الامر ماكو مشكله، وتحط التسميات الخاصة بالسوات اللي كتبتن انت هنا، تقدر ايضا تنطيهن هنا. وبعدين ورا ما تكمل من اديتر تنطي على كل تسمية، يعني هسه انا نفتح هذا الثاني، هذا نغلقه بعد ما ضفنا حقل جديد، ونريد يعرف شلون نسوي انا اضيف حقل جديد من الاتريبيوت تيبل جدول السمات وشلون اسيفه، يراجع اكو فيديو مسويته انا بالقناة انه هاو تو اد وكرييت ويعني وموديفاي بالفولد، تقدر تعدل ايضا. فتقول اوبن اتريبيوت تيبل، بعد ما تحدده تروح هسه انت تريد تضيف حقل جديد، قلنا تضيفه منه بالبدايه، راح بعد ما تضيفه هسه لو قايله انا اريد اضيف، راح يطلب من عند الاسم
ويطلب من عندي انا ايش راح اكتب بي ارقام. اوكي اذا ارقام قصيره لو طويله، قصيره اكتب له شورت انتجر، طويله لونج انتجر. اكتب اريد مساحات وبها بريزنت اكتب دبل، اكتب كلمات تكست وهكذا، اكتب تاريخ اختار داتا. بعد ما سوى هذا الخيار هنا يعطيني ايش قد نسبه يعني الامتداد اللي انت تريده، ايش قد ممكن تتوقع 17 كلمه غيرها رقم. بعد ذلك انه تقول له اوكي انخلق لك انزل هنا، انا ما احتاج لاني مسويته فما يحتاج الامر، فانطي كنسل من هنا. فهسه تلقائيا بعد ما سويت انا هذا الشيء اروح على اول وحده سويت مثلا اريد اعدل او اريد اضيف، اروح على هذا الاديتر افعله، اذا ما متفعل قلنا من نروح من الكوستمايز او نروح من اي مكان احنا نقدر نفعله به، نختار الاديتر ونقدر نفعل يعني الخاصية بهذا الموضوع، او نختار هنا على الجهة تختار هذا اديتر. اذا كان غير مفعل عندك ماكو امامه يعني ترو لوجو، فانت تروح تأشر عليه بهذا التأشيرة تختار. بعد ما اختاريته راح ينزل لك هنا شريط الادوات الخاص بالموضوع، تختار على هذا تقول له ستارت اديتنج، راح يطلب من عندك ما انه انت مطلع له جدول، راح يقول لك يا جدول تريدني اشتغل لك عليه ابو الكود سوات. فمجرد ما انت مثلا تختار تقول له اوكي راح يتفعل لك. فهسه هذا مو مال كود سوات، مال الثاني فاتحه، فهسه هنا نغلق هذا نروح نفتح هذا الكود او من اتريبيوت تيبل، هذا الكود نقدر نفتحه، العفو مو هذا الثاني نفتحه، هذا التسميات احنا سويناهن، لا سميته لاند يوز لاند كفر سوات الخاص بهن. هاي مجرد ما احنا اعطينا هاي التسميات هنا اذا تريد تسميهن حتى تريد تظهرهن هنا تفيدك بعدين، ممكن تقول انا اريد اسوي اخراج الخريطه يكون يظهر بهاي الاسماء الخاصه بسوات، فتقدر تفيدك تسوي. بعد ما تسوي ايش تكتب اي مثلا، هذا خيرناه احنا نختار اول واحد مثلا راسا تغير به فالتغيير معين، او تريد اي اللي انت الشيء اللي تريده تقدر تسوي به، بس اهم فقره انه انت تسويها به تختار شو اسمه تختار يعني التعديل المناسب. هسه احنا ما قلنا له تعديل، فاروح على الاديتر اقول له هنا ستوب اديتنج، هسه اروح على الاديتر مره ثانيه اقول له ستارت اديتنج. فهسه يقول لي من راح اقول له ستارت، راح يطلب من عنده تحديد او هو اصلا راح يختار ان هو بس واحد موجود. فهسه تقدر تكتب هنا اي واحد تقدر تعدل به، بس كون شرط مو من ضمن الاصليات اللي هو اصلا القمر منطق ياهن، اللي هي مثلا هاي اقدر انا اعدل بيها تلقائيا اقدر، فانا اضيف هنا الكودات مال السوات ومو كان السوات نيم. بعد ما اخلص حتى ينحفظ هذا الشكل وما يروح من عندي اروح لهنا اقول له سيف اديت، بعد ما اقول له سيف اديت اقول له الدور بعد ذلك ستوب اديتنج. هي هاي الطريقه فقط اللي تحفظ لك الاشكال، بينما اذا حاولت عن هاي الطريقه يعني رحت هنا ورحت لبروبرتيز وفتحت السامبولوجي الخاص باللاير او بالماب ورحت هنا عدلت ضفت مثلا وغيرت الكلمه وقلت له بعدين ابلاي اوكي، راح يكون تغيير فقط هنا، من تجي بعد فتره تفتحها تلقى التغيير رايح. فهذا التغيير من تريد تغير في الطبقه اسمها او كذا منها خطا، ما يصير تختاره، وانما المفروض من جدول السمات نفسه. هنا دا يعطيك الفلت يا الفاليو تريد انه ظهر لك اياها، تقدر تختار الفاليو اللي انت تناسبك او انت اللي تحتاج تظهرها. فبعد ما سوينا هذا الشيء هذا هي خريطة اللاند كفر لاند يوز، وكذلك هذا هو جدول السمات الخاص بها اللي احنا نسويه عن طريق التكست. فتكون هاي بعد ما انت تكمل اللاير الماب وكذلك تكمل جدول السمات تخليهن بفولدر خاص بهن وتسميه اسوات. هذا الشيء راح يفيدك انه انت تحضر او نكون بهاي المحاضرة حضرنا اول جدول مطلوب اللي هو شو نسميه احنا جدول اللاند كفر لاند يوز اللي نحتاجه هنا بالهيدرولوجيك ريسبونس يونت، نحتاج لاند كفر لاند يوز، نحتاج لوك اب تيبل، ونحتاج ايضا الخريطة، لان هو راح يطلب مطلبين. هسه اذا نلاحظ في مكان ما نحتاج هاي من تكون مفعلة، نحتاج لاند كفر لاند يوز،
راح تظهر لي هاي القائمة. فهنا شو يطلب من عندي هسه؟ أول شيء لاند كفر لاند يوز، أول شيء يطلب إنه أنا أدخل له الخريطة منها، أضغط عليها وأدخلها أستدعيها اللي قبل شوية أنشأناها وكملناها. وكذلك راح تنطي التسميات اللي أنت راح تسميهن هنا، هاي إن شاء الله راح نجي ناخذهن من راح نشرح شلون نكمل هذا الجدول. ما أرجو أدخلكم أنا حاليا بهذا الموضوع. وكذلك نحتاج اللوك أب تيبل، اللوك أب تيبل اللي سويناه من التكست قبل شوية، وكذلك الخريطة اللي إحنا محضريها، لأني نحفظن بفولدر خاص. نكون أول شيء حضرنا إحنا شنو؟ حضرنا اللاند كفر لاند يوز كتيبل، وكذلك حضرناهن كماب لاير. فأول مطلب من المطالب اللي نحتاج ندخل الأسوات نكون جهزنا. إن شاء الله تكون محاضرتنا هذا اليوم مفيدة، وأي سؤال أو استفسار بخصوص راسلونا. إن شاء الله نلتقيكم بالسلسلة ضمن أسوات بمحاضرة ثانية اللي هي How to prepare the soil data. أيضا راح نحتاج the soil data، فإن شاء الله راح نتناولها بمحاضرة، وراح نحاول نفصل البرنامج جزء جزء حتى ما يكون كل المعلومات بفيديو واحد وتصير الأمور مشتتة. إن شاء الله نلتقيكم بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.